وناشد رئيس الجمهورية بزاف بزاف وبتكفوا البراء. نعم، هو نداء البراءة مباشرة إلى القاضي الأول في البلاد للتكفل بالطفل خالد ذو 10 سنوات والذي تستغيث عائلته بعد فقدها 3 من أشقائه بنفس المرض من أجل نقله إلى الخارج لإجراء عملية لزرع الكلى والكبد. أنا مات ولد خويا 3، ربي يرحمهم، كبير عندها 18 سنة وأناشد رئيس الجمهورية وجميع السلطات بإنقاذ الولد الوحيد. نفس المشكل اللي كان فيه المرحوم راه فيه خالد، نفس المشكل. حتى اليوم اديته هنايا الكاتي يحبس له، راه في حالة حرجة. نطلبوا من الدولة، نطلبوا من الأطباء، نطلبوا من الشعب الجزائري، رانا نهضروا لهم هذه الهضرة، راه ما يشوفوا فيها بعيانهم في أقرب وقت. كي الأطباء، كي الناس اللي فيها الخير داخل الوطن وخارج الوطن، تشوفوا بعين الرحمة، تعاونوا هذا المسكين، هذا اللي صار له. طفل يأمل في الشفاء بعدما أنهكته التنقلات المستمرة عبر المستشفيات، حيث أصبحت حالته تسوء من يوم لآخر. بسم الله الرحمن الرحيم، باغي نحقق هذه الأمنية تاعي، بنروح للخارج نداوي ونجي. خويا كبير توفى، راه عنده 8 أيام كان دياليزي معايا، كنت نقرا في السبيطار تاع وهران، نقرا السنة الأولى. نحوس نبرا ونحوس نقرا. أصحاب الجزائر عاونوني بان ندير زرع الكلى والكبد وبالخارج. عدد من أقربائه يتضامنون معه ويطالبون في نفس الوقت تدخلا عاجلا لإنقاذه ورسم بسمة البراءة على محياه.